خليني أكرر السؤال مرة تانية. إحنا دايما بنتكلم عن كلمة أقنوم أو أقانيم، هل فيك تشرح هذا العبارة أو التعبير؟ نعم، كلمة أقنوم هي كلمة سريانية في الأصل. ممكن إذا الإخوة والأخوات اللي بيتكلموا اللغة الآشورية أو السلتانية ما زالوا بيستخدموا كلمة أقنومة اللي هي تعني شخص أو نفس أو ذات، فاستخدموها المسيحيين الأوائل في التعبير عن الأقانيم الثلاثة، عن الآب والابن والروح القدس. وبالتالي استمرت إحنا في اللغة العربية ما زلنا نستخدم نفس الكلمة. هي موجودة في الترجمات السريانية للعهد الجديد، بتلاقيها موجودة في أكثر من موضع. مثلا في عبرانيين واحد لما بقول إنه الله في البدء، يعني كلم الله الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمات قدرته. كلمة رسم جوهره تأتي في بعض المخطوطات صورة أقنومه. إذا عندك كتاب مشوهد ممكن تتأكد من كلامي، بتلاقي عليها علامة، انزل على آخر الصفحة تحت بتلاقي رسم جوهره، هي مشابهة أو ممكن تأتي في بعض المخطوطات في صورة أقنومه. ونفس الآية لما بتكمل، يعني بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، الترجمات السريانية تأتي بعدما صنع بأقنومه تطهيرا لخطايانا. فكلمة أقنوم مش غريبة عن الكتاب المقدس، موجودة لكن لأنها كلمة سريانية موجودة أكثر في الترجمات السريانية للكتاب المقدس وفي بعض المخطوطات. لكن ما يهمني في كلمة أقنوم أنه أنا أقول أنه الآب متميز عن الابن، متميز عن الروح القدس. وهون كيف نزار لازم نقول أنه إحنا في لغتنا بشكل عام ما عندنا كلمة تصف الآب والابن أنهم متميزين لكن مشتركين في نفس الجوهر. ما في كلمة غير، ممكن ظلنا نستخدم كلمة أقنوم، لكن ما في كلمة في اللغة ممكن نستخدمها. وهذا يعني بدل على شيء، بدل أنه الله أكبر من عقولنا. الله ليس ضد عقلنا، طبيعة الله ليست ضد العقل لكنها أكبر من عقولنا. لو أنا أريد فقط إله، أنا أعرف كل تفاصيله وأعرف كل أموره من خلال عقلي، معناته أنا صرت أكبر منه، أنا بتركيبي معقدة أكثر منه. فهذا ليس هو الإله الحقيقي. لكن الإله الذي أعلن عن نفسه بالكتاب المقدس بيقول عن نفسه أنه هو آب وهو ابن وهو روح قدس، كل واحد منهم هو الله، كل واحد منهم متساوي مشترك في نفس الجوهر الإلهي لكن متميز عن الباقين.